ازيكم ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ انا اللي ما يعرفنيش او اول مره يتفرج على الفيديو بتاعي، انا سيسا ستريا. اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناه بتاعتي. النهارده هعمل لكم فيديو عن وصفه البانكيك. طبعا احنا في الحظ كله فضل كله طلع ترند بكيكه العشر دقايق ومش عارفه ايه، والحظ يعني خلى الناس كلها تعمل كيكات. فانا النهارده هعلمكم وصفه البانكيك دي، بقى اسهل بكتير من كيكه العشر دقايق، لان دي ولا بتحتاج فرن، او بتبقى سهله قوي ان انتوا تقدروا تعملوها على يعني المقله، اللي هي مش المقله، اللي هي يعني على النار، يعني بتعرفوا تعملوها على النار، مش محتاجين فرن. تمام، اتمنى الوصفه تعجبكم، هعملها لكم. اكتبوا لي التعليقات بتاعتكم بعد ما تجربوها، قولوا لي ايه رايكم فيها. لو عندكم طريقه ثانيه تخلي الوصفه احلى، حاجه مثلا ممكن نضيفها على الوصفه تخلي البانكيك احلى، يا ريت تكتبوا لي كمان في التعليقات. وشكرا على متابعتكم ليا. يلا بينا نبدا الوصفه. طيب دلوقتي هقول لكم الحاجات اللي احنا هنحتاجها. تمام، اول حاجه هنحتاجها 2 بيضة، باكت فانيليا، باكت بيكنج باودر، وطبعا مش هناخد كله، يفضل ناخد معلقة كبيرة. تمام، وهناخد 4 معالق سكر، والدقيق هناخد منه 3 كوبايات دقيق. تمام، وطبعا في حاجة نسيناها، اللبن، هناخد 2 كوباية لبن. هعد لكم الوصفة تاني. هناخد 2 بيضة، 4 معالق سكر، باكت بيكنج باودر، باكت فانيليا، 2 كوب حليب، 3 كوبايات دقيق. ودلوقتي يلا نعمل الوصفة مع بعض. مش محتاجة زيت، خلينا نبص على أول خالص، بعد كده مش على
دي النار الهادية، تمام؟ عشان تطلع مستوية. حلوة جدا، اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناة، وما تنسوش لايك شير كومنت، وما تنسوش الاشتراك عشان يوصلكم كل جديد في القناة، تمام؟ اتمنى يكون عجبكم الفيديو، وليه رأيكم في التعليقات. سلام.